بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أقوال قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا أشكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتح وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكانا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أميما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال وكانت الجبال كثيرا ومهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعزوا فرعون ورسوله فحش وأهدم وبيلا وكيف تتقول إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا والسماء وتر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن تقول أدنى من ثلثي الليل ونصفه أو ثلثه وطائفة الذين معك الله يقدم الليل والنهار علم أن لا تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدون إن الله خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.